باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أخوتي أخواتي الأحبة، نحن بهالأحد 24 الثاني هو بداية السنة الطقسية الجديدة اللي دائما بتبلش بأول أحد بتشرين الثاني وبتنتهي بآخر أحد بتشرين الأول. بتتمحور هالسنة حول أحداث حياة يسوع من طفولته للصوم للعماد لموته لقيامته، ونحن متأمل بكل زمن بزمنه بيتعمق بهالفترة من حياة يسوع، وهذا الشيء بيكون قدامنا بالقداس بواسط القراءات والصلوات والتراتيل يلي هي إلى بعد كتابي من الكتاب المقدس. بأول أحد دائما هو أحد تقديس البيعة، والإنجيل هالحوار بين يسوع وبطرس واللي بيقول له في بطرس أنت المسيح ابن الله الحي، بيقول له لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك بل أب الذي في السماوات. هذا نحن بنسميه بتعليم الكنيسة الوحي الإلهي يلي الله كشف معزيته للإنسان وعن نيته الخلاصية لكل إنسان بقلب تاريخ الإنسان وبقلب العالم يلي بيعيش فيه الإنسان بأقوال مترابطة بين بعض البعض، يعني الله يقول والله يفعل ما يقول، وهالكلام كان يوضح بعض البعض. يعني العهد الجديد يمن الله كشف عن ذاته بيسوع المسيح وضح العهد القديم. فإذا هذا الوحي بلغ كماله وانتهى مع يسوع المسيح المتجسد. فإذا يسوع هو كلمة الله الأخيرة مثل ما بتقول الرسالة للعبرانيين، وفي الأيام الأخيرة كلمنا بابنه يسوع المسيح. فإذا بعد المسيح ما في قيمة لأي شيء بيصير أبدا، لأنه بعد المسيح الوحي اكتمل بيسوع المسيح. بيرجع بيقول له أنت الصخرة يا بطرس وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي. فإذا هون في أولوية بحياتنا المسيحية لرئاسة الكنيسة لبطرس بما يمثل من إيمان، مش لأنه هو شخصه اسمه بطرس. فإذا الإيمان يلي أعلن وأنت المسيح ابن الله هو يلي بيحفظه اليوم البابا والأساقف في متحدين مع بعضهم، إن كان بمجامع مسكونية أو كل واحد بأبرشيته هني متحدين مع البابا. فإذا اليوم السلطة التعليمية في الكنيسة هي هؤلاء، يعني البابا والأساقفة هن بيحفظوا الإيمان، هن بيحفظوا تعليم الرسل، هن بيشرحوه، هن المعلمون الأصيلون لوديعة الإمام مثل ما بيقول المجمع الفاتيكاني الثاني. ونحن إذا عنا أي استفسار نحن ما نسأل السلطة الكنسية. من هيك نحن اليوم بكل رعاينا وخصوصا برعاية إهدن صغرتا عنا المعهد التنشئة، عنا تعليم مسيحي للبالغين، عنا أحاديث روحية عم تكون لجمعيات حتى نتعرف على هذا التعليم وعلى ما يقول الله في الإنجيل. فإذا نهودي الفكرتين نحن اليوم عم ناخذهم زويدي بهالأحد الأول. فإذا اليوم نحن ما نقول إنه الطاعة هي الأساس لهذا التعليم، طاعة لكلمة الله مثل ما كانوا يعملوا المسيحيين الأولون يلي كانوا مواظبين على كلمة الله وكانوا مواظبين على تعليم الرسل، والمسابرة والالتزام بهالتعليم وبعيش كلمة الله هني الطريق الوحيد للقداسة. آمين.